وحول التحديات والصعوبات الاقتصادية التي واجهت تشاد خلال عام 2017 بسبب انخفاض في سعر البترول والتحديات الإرهابية التي واجهت بعض دول الجوار، أعد لنا الزميل محمد حسن عبد الرسول هذا التقرير. إن عام 2017 كان عاما اقتصاديا صعبا في جميع القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي بسبب انخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية، مما أثر سلبا على الاقتصاديات الدول الناهكة عن التحديات الإرهابية التي واجهت العالم. وإن بلادنا تشاد هي أيضا ضمن تلك الدول التي واجهت أزمة اقتصادية صعبة، مما دفع الحكومة بأخذ الإجراءات والتدابير الإدارية لمواجهة أثر هذه الأزمة. ومن بين هذه الإجراءات أخذ الحكومة القرارات التي تسمى بقرارات 16 لضبط المصروفات وخفض علاوات كافة موظفي الحكومة بهدف إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي. كما سعت الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي بتنظيم الطاولة المستديرة لحشد موارد الخطة الوطنية للتنمية من عام 2017 إلى 2021، حيث جاءت هذه الخطة الوطنية للتنمية كبادرة من الحكومة التشادية وبمشاركة القطاع الخاص الذي يمثل 65% من أجل جمع وحشد الموارد من قبل الشركاء والمؤسسات المالية الدولية، تماشيا مع النظرة الجديدة التي تتمثل في التركيز على العالم الريفي والزراعة والثروة الحيوانية واستغلال الموارد الطبيعية التي تسخر بها تشاد بغية خلق حياة كريمة وسعيدة للعيش لجميع التشاديين. وإن النتائج هذه الطاولة المستديرة التي استمرت عملها 3 أيام كانت ناجحة على حد تعبير المشاركين، وتعهد الجميع بمصاحبة تشاد للخروج من محنتها الاقتصادية عبر الاستجابة للنداءات التي قدمها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للفاعلين الاقتصاديين بضرورة الاعتماد على قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة اللذان هما الركيزة الأساسية للنهوض الاقتصادي الوطني. أعتقد الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية بذلت جهود كثيرة، ومن ضمن هذه الجهود إرشادنا كرجال أعمال في قطاعات مهمة جدا هي الثروة الحيوانية والزراعة. في مجموعة المناع وصلتنا الرسالة وقمنا بما واجبنا في هذه المجالات مع إخوة تجار في جمهورية السودان الشقيقة، وعندنا 3 مشاريع حيث التنفيذ، ومع مجموعة ديفال الفرنسية أيضا في مجالات الخدمات ومجالات البناء قمنا بمشاريع وحيث التنفيذ، ونؤيد هذه الفكرة لأن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رجل يشوف للأمام ودائما يهم لمشاكل التشادين عامة. وهذه الفرصة نقول لجميع قطاع الخاص والحكومية أن يدخل في الموضوع وإن شاء الله يفرج عن قريب. كما عبر بعض رجال الأعمال عن صعوبة حصيلة عام 2017. يعني في بلدي ده كل لنا خبرة كتير، أهم حاجة شغل الطلقة في الزراعة ده فعطى شغل آخر. الزراعة ده هو يعني عند أجر والتبادي، الثاني مال حق ده عند بركة ولو كان شيء كله قرص حقنا ودر الهردة قرص حقنا ما ودر ساكن ودر في سكرتي حقنا في أمن حقنا في مر حرام كما كده وكنا بقى هرب يجي هلا ده أي دول نار ميدابو نار بينا يقول بقى هرب يوين كنا ما دنا نت في جامعة كنا تخاف نفسك ما تقدر تدخل في جامعة، يعني كان آفة ما في ترى مر ترى هل آفة ده نفكر رأي الله سبحانه وتعالى جابا بعد رأي ساكن في آفة ده سوى جهاد والرجال الأمن قدوا عشان من الرجال الأمنين كل ماتوا تعبوا ذاك هل نعرف. إلا أن الأمل ما زال معقودا على 2018 ونتائج الطاولة المستديرة للخطة الوطنية للتنمية في تشاد. التشاد تمثير بالحيوانية والزراعة زول ما بعرف ما في، نحن كلنا مستهدين برنامج ده نعرفه وإريد لماذا كرام قال رجال الأعمال إذا ما في استثمار ما نستعمل برا في ثروة حيوانية ولا زراعة لابد السنين الجاية نلقى صعوبات وإرف. نحن كرجال أمان مستهدين للكلمة قدمها رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية لرجال الأعمال، نحن مستهدين. رجال الأعمال كوننا جمعيات بساعدنا أننا ننتجو كم أمان الزراعة، كم أمان نسير وهاي وين أيها في النجاة. إذا كان مشينا مفرق ذو الواحد ما بنجا. نحن كمجموعة البداية جروب مستهدين نعمل زراعة طوالي من بعد اللهم نفتش أول ساعة عندنا تيران زي ما قلنا، حاسة برضو نمشي نعمل المحل الأول عندنا هو محل تاني برضو نفتشوا نعمل والناس الآخرين برضو، فنقول شنو هل نبقى كرجال راجل واحد نعمل زراعة ودولة بدون زراعة ما في تطور مثل أمريكا فرنسا اليابان الصين ده كله في تطور بالزراعة. على العموم فإن رجل التنمية والإعمار إدريس ديبيتنو قد نبه مرارا وتكرارا التشاديين بعدم الاعتماد على البترول والتوجه نحو فلاحة الأرض التي بداخلها خيرات وكنوز تشاد الحقيقية، إضافة إلى الاهتمام بالثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. فهل وصلت رسالة رئيس الجمهورية إلى من يهمهم الأمر؟